عمان تعادلت، الأخضر السعودي يقترب من المونديال، الجولة الجاية اليابان تواجه أستراليا، إذا فازت اليابان على أستراليا الأخضر مباشرة إلى مونديال قطر، إذا فازت أستراليا على اليابان المنتخب يفوز على الصين مباشرة إلى المونديال، حظوظنا صارت كبيرة ولازم الأخضر يتواجد في المونديال. تعرفون وين الميزة؟ إنه اليوم حتى وإحنا مهزومين كنا ناكل بذراعنا، قعدنا في عرش الصدارة، كيف ما نتواجد في قطر؟ هاتوا قطر وهاتوا المنتخبات القوية، هاتوا وفيه ندية